يجتمع اليوم رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من الأفلان والأرندي وتاج وأيضا الأمبيا والأحرار مع رئيس المجلس الشعبي الوطني لتبليغ رسميا وتسليمه لائحة سحب الثقة، وهي الخطوة التي تندرج في إطار الضغط على بوحجة لتقديم استقالته. للحديث عن كل هذا مشاهدينا الكرام، نربط البث مباشرة من أمام مجلس الشعبي الوطني مع موفى تلفزيون النهار إلى هناك طاهر بن زين. أهلا بك طاهر، ما الجديد؟ أهلا بلال وأهلا بجميع مشاهدينا الكرام. نحن الآن متواجدون بمقر المجلس الشعبي الوطني هنا بالعاصمة، حيث حالة ترقب وسيسبانس تشهدها المجلس والنواب بعد طلب أو تقديم سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سعيد بوحجة، وهو الأمر الذي اعتبره النواب يجب أن يكون ولا مفر منه، ويجب تقديم سيد سعيد بوحجة استقالته، وهذا بعد تقديم عريضة للنواب موقعين عليها أكثر من 320 نائب، وهي العريضة التي حملت أسباب طلب أو سحب الثقة وطلب الاستقالة، ومثلة في التهميش الذي عاناه بعض النواب على حساب نواب آخرين، بالإضافة إلى حالة الركود التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني في الآونة الأخيرة، وطلب النواب من سيد سعيد بوحجة تدارك الوضع، إلا أنه ضرب طلباتهم عرض الحائط ولم يلبي دعواتهم على حد البيان الذي تحوزه حصريا قناة النهار. بلال، بالإضافة إلى كل هذه المعطيات، فإنه يرتقب كما أشرت إلى اجتماع رؤساء الكتل أو ممثلي الكتل مع بعضهم بعد قرار سعيد بوحجة الذي لم يفصل بعد في مسألة استقالته من عدمها. بالإضافة إلى كل هذا، فإن سعيد بوحجة رفض إدلاء أي تصريحات أو يفصح عن موقفه من طلب النواب تقديم استقالته، إلا أن النواب كخطوة ارتجالية قاموا بها، وهي تجميد عملهم داخل هياكل المجلس الشعبي الوطني، أي أن النواب إذا لم يقدم سيد سعيد بوحجة استقالته من منصبه من على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، سيجمدون عملهم بصفة مؤقتة، أو ذهب البعض إلى حد تخميم في حل البرلمان الغرفة السفلى للبرلمان بأكمله، والبعض الآخر ذهب إلى تفكير آخر حول تدخل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوضع حد لهذه المسألة، خاصة وأن النواب الذين وقعوا على البيان هم نواب الأغلبية البرلمانية الذين طلبوا سحب الثقة من سيد سعيد بوحجة، وهم ممثلين في الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا والأحرار. معطيات زميلي بلال تشير إلى أن المجلس الشعبي الوطني سيعرف غليانا غير مسبوق خلال الساعات القادمة، وسنوافيكم بتفاصيل أوفى حول هذا الحدث المتميز الذي يشهده المجلس الشعبي الوطني خلال الساعات. طاهر، ربما كسؤال فقط وفي عجالة، هل التمستم من سعيد بوحجة أنه في نية استقالة أم لا؟ نعم، حسب تصريحات هو شخصيا أدلى بها لقناة النهار اتصال هاتفي، قال أنه سيقدم استقالته يعني اليوم أو بعد غد، لكن يبدو أنه تراجع عن قراره ولم يقدم بعد استقالته حسب ما لمسناه من رؤساء الكتل البرلمانية هنا المتواجدين داخل المجلس الشعبي الوطني. جزيلا لك طاهر بن زين، موفى تلفزيون النهار إلى المجلس الشعبي الوطني، شكرا جزيلا لك.